طبعات جماهير النادي الاهلي بعد المباراه، والكل طبعا اراءه مهمه جدا بعد هذه المباراه. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي، لكن بالطبع خلال الفتره القادمه هناك تحفيز للفريق قبل السفر الى المغرب. عايز اعرف بدايه تعليقه على المباراه، وشفت المباراه ازاي والاداء التحكيمي اللي ظهر النهارده. كان ظالم جدا جدا جدا، واقول له انت منافق، والماتش مش كان عاجبني في نفس الوقت، وحاجات كتيره جدا وحشه في الماتش، واقول له ربنا ينتقم منك عشان انت ظلمت الاهلي كتير النهارده. الاهلي قادر على العوده في المغرب باذن الله، عملها كتير. كتير، 3 مرات 3. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله الاهلي هيكسب المغرب وهنكسب وهنرجع بالكاس باذن الله. والحكم دوت مش لازم يظلمنا تاني، علشان احنا لازم نكسب، علشان احنا بنلعب كويس قوي احسن منهم. ويعني حرام بجد اللي حصل في الملعب النهارده، حرام فعلا بجد، الحكم ظالم ظالم ظالم. وان شاء الله هنرجع بالكاس من المغرب. مفيش حد قال في كلمه كويسه، كل اللي في كل اللي في النادي اتكلم على الحكم، كلهم قالوا عليه، كلهم قالوا عليه ان انت بني ادم ظالم، وكلهم كانوا عايزين ينزلوا يضربوا في الجزيره يا كابتن. ان شاء الله كلهم، وان شاء الله هنكسب 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 هنكسب. وعماد متعب كان منور الدنيا كلها النهارده.